البحث والتنقيب عن عمق المياه الجوفية بالطرق التقليدية، حفر الآبار برخصة أو بدون رخصة وتنقل لجميع الولايات، هي إعلانات تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض خدمات الحفر للفلاحين، حيث يفوق المبلغ 10,000 دينار للمتر الواحد. مقابل هذا المشهد أصدر رئيس الجمهورية العام الماضي تعليمات صارمة بشأن الحفاظ على مخزون المياه الاستراتيجية من خلال تفعيل دور شرطة المياه لفرض المراقبة الصارمة لتراخيص استغلال المياه الجوفية. اتحاد الفلاحين يرجع تفشي هذه الظاهرة إلى تأخر الجهات المسؤولة في منح رخص حفر الآبار. كي نعود انا فلاح نحفر بير ودي حدايا على زوج مترات يحفر بير ولا خبير، راهي نديروا مشكل نفسنا، ما نكونوا مجموعه نستغلوا في 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 نفس العبار في نفس الاناط، ما ناش بعاد على بعضنا. لكن للضروره احكام الفلاح اللي يحط طلب ويستغرق شهور وما يديش حتى الرفض، ما يديش على الاقل اضعف الايمان يجيه الرفض. قالها أسباب الرفض، عقل واحد عنده عشرات الأشجار أو مئات الأشجار يشوف فيها تموت بدون ماء ويقعد مكتوف الأيدي. الاستنزاف المتواصل للمياه الجوفية يرسم القائمين الإسراع في إيجاد حلول أخرى بديلة. إذن لازمنا في المدى المتوسط أننا ننظر إلى قضية المياه والتحول إلى السقي عن طريق استعمال مياه البحر، مياه المستعملة وكل الطرق الممكنة، وكذلك فيه وسائل ذات اقتصاد للمياه. فلا بد على السلطات العمومية أن يكون الدعم 100% حتى في جانب أدوات السقي، حتى نتمكن من اقتصاد الماء وتجنب الأزمات التي يفرضها علينا الجفاف. المطلوب كبح النزيف المائي وصياغة ملامح نموذج استراتيجي مستدام يمكن البلاد من مواجهة التهديدات المناخية، والأهم تفعيل دور شرطة المياه من أجل محاصرة ظاهرة الحفر العشوائي للآبار.